السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الأولى من التعليم الإلكتروني في تاريخ 27/3 من مادة محاكياة شبكات الحاسوب الخاصة بالعمل، المرحلة الثالثة قسم هندسة تقنيات الحاسوب كلية بغداد للعلوم الاقتصادية جامعة. طبعا هذه المحاضرة تعتبر المحاضرة الأولى بالتعليم الإلكتروني، ولهذا راح تكون هذه المحاضرة عبارة عن محاضرة تذكيرية للمادة السابقة اللي هو برنامج الجي ان اس 3 اللي اشتغلنا عليه خلال الكورس الاول. وخلال المحاضرات القادمه راح نبدي نشرح بقيه التفاصيل اللي تخص الماده. من شغل برنامج الجي ان اس 3 راح تطلع لنا هذه النافذه. طبعا برنامج الجي ان اس 3 هو عباره عن برنامج يعتبر فري بكل اصداراته. هذه النافذه اللي ظهرت قدامنا راح يطلب من عندي شغلتين. الشغلة الأولى إنه أختار اسم للبروجكت اللي راح أشتغل عليه، نفس الوقت إنه أحدد مسار اللي راح ينخزن فيه الشغل مالتي. فمثلاً بالاسم أجي أكتب اسم معين تيست 3 مثلاً، والمسار راح أبقيه بنفس المسار. البرنامج هسه يعتبر empty، ما بي أي نسخة iOS. بالمناسبة انه برنامج الجي ان اس 3 هو عبارة عن برنامج يعتبر سيميليتر وإيميليتر بنفس الوقت، يعني السيميليشن او الإيميليشن اللي راح يسوي يعتبر حقيقي. فلهذا السبب دائما نحتاج الى نسخ اي او اس حقيقية. حاليا البرنامج من النصبة من موقع الشركة يعتبر برنامج امتي، فلازم انه احنا نحمل له هذه النسخة. فهذه المحاضرة راح اشرح الانفايرومنت لأذكركم بها الخاصة ببرنامج الجيبس، وأذكركم بنفس الوقت كيف راح نضيف أو نمسح نسخة iOS. قبل ما نشرح في موضوع إضافة iOS، هذه النافذة اللي ظاهرة عندي بالوسط، هذه النافذة اللي هي المكان اللي راح أصمم التوبولوجي الخاصة بشغلي. نفس الوقت بجهة اليمين عندي التوبولوجي سمري، هنا أنا يعطيني ملخص الشبكة اللي ده اشتغل عليها. وبالاسفل هنا السيرفرز سمري، هنا راح ينطيني ملاحظات كلش مهمه انه هذا البرنامج ايش قد يسوي لود او ايش قد ياخذ مساحه من السي بي يو من الرام. مثل ما تشوفون حاليا السي بي يو 15% تقريبا والرام 64%. وبالاسفل راح يعطيني اغلب النوتيفيكيشن الملاحظات الخاصه بالكونسول ابلكيشن. اما تبقى عندي هذه الادوات السته، فهذه التولز اللي من خلالها اقدر اصمم التوبولوجي. الاداة الاولى اللي هي تعتبر الراوترات، الاداة الثانية تعتبر اجهزة السويتش، والثالثة الاند ديفايس، الرابعة السكيورتي ديفايس، الخامسة تعتبر كل الاجهزة السابقة، والاخيرة اللي هي تعتبر اللينك اللي من خلالها راح تتم عملية الرابط. والشريط اللي موجود عندي بالاعلى اللي هو موجود في اغلب البرامج اللي هو من خلاله راح تتم عملية الاضافة او الخزن او التنفيذ او التكبير او التصغير الى اخره من الامور. فهسه على سبيل المثال انه في هذه المحاضرة اريد اركز على شغلتين، يعني عملية اضافة الاي او اس وحذفها، وعملية البيرفورمانس اداء التوبولوجي مالتي. زين، شلون راح اضيف اي او اس ايمج؟ اجي من الاديت، ومن الاديت اختار ريفرنسز، راح تظهر لي هذه النافذة. من هذه النافذة راح ابحث عن خيار اللي اسمه الداينامس اللي حكينا عليه سابقا. ما هو الداينامس؟ بالداينامس عندي الاي او اس راوتر، مثل ما تشوفون هسه فارغة لان ما عندي اي اي او اس راوتر، بس من خلال هذا المكان اجي اقدر اضيف اي او اس ايمج من خلال نيو. بالنيو طبعا هسه هنا اعطاني اكزيستنج لان انا عندي اصلا نسخة كنت رافعها، بس من خلال نيو ايمج بعدين براوز راح يفتح لي نافذه. من خلال هذه النافذه اقدر اختار النسخ اللي موجوده عندي بالحاسب، فمثلا اختار النسخه اللي هي سي 3725. اوبن، جاب لي هسه هذه النسخه. نيكست، هنا أنا راح يعطيني النيم، البلاتفورم الى اخره من التفاصيل. طبعا هذه التفاصيل انا كلها بعدين اقدر اغيرها. نيكست، هنا اللي يقول الديفولت رام راح يقول لي انه هذه النسخه اللي هي 3725 راح تحتاج الى 128 ميجا. اقدر ازيد هذا العدد واقدر اقلله، بس يفضل انه اخليه على الديفولت. نيكست، اعطاني السلوتات، طبعا اقدر اغيرها بعدين واقدر اضيف. هنا اعطاني الوكس، وكذلك هم اقدر اغيرها. هنا
هنا اعطاني الايدل بي سي. الايدل بي سي انه فقط يسوي لي هذه النسخه سيوتبل للبرنامج الجيومتري، في نفس الوقت يقلل من اداء هذه النسخه الاي او اس على مدة تضغط على الرام والبروسيسور بنفس الوقت. فراح اسوي ايدل بي سي، طبعا ننتظر بحدود 10 الى 20 ثانيه لحد ما يكمل الايدل بي سي او يلقى لنا النسخه السيوتبل. طبعا اكو نقطه كلش مهمه، انه اثناء تشغيل البرنامج البعض انه يضغط دبل كليك ويشتغل عند البرنامج، وهذا شيء صحيح مو غلط، بس يفضل انه من تريد تشغل برنامج جي ام اس 3 تضغط كليك يمنى وبعدين تختار الخيار اللي هو run as administrator، لان دائما من تشغل البرنامج بهذه الطريقه اللي هي run as administrator معناه انت راح تشغل البرنامج بكل الفيتشرز اللي يحتوي هذا البرنامج. مثل ما تشوفون هسه هنا has been found suitable for your iOS images، وجد لنا نسخة سيوتبل فينيش، ضاف لي هذه نسخة الاي او اس راوتر اللي هي سي 3725، وهذه كل السبيسيفيكيشن اللي خاصة بها. طبعا كل الامور اللي كانت عندي بالبداية اللي كنا نقدر نغيرها اجي اقدر من خلال الاديت، بالاديت اقدر من خلال هذه التابات كل هذه الامور اقدر اغيرها. حاليا انضافت عندي هذه النسخة اللي هي سي 3725. نيجي على الراوترات راح نشوف انه هذه النسخة عندي انضافت اللي هي سي 3725. هسه اذا بدي اصمم سمبل توبولوجي شبكة بسيطة، انه اجيب الراوتر الاول اسهله، انتظر اجزاء من الثاني لحد ما يظهر، اجيب الراوتر الثاني. طبعا اكو شغلة كلش مهمة، انه كل اكشن او موفمنت اقوم بها لازم انتظر البرنامج اجزاء من الثانية حد ما يستجيب إلي. فهسه مثلا نجيب مثلا الإثرنت سويتش. هسه اكو شغلة كلش مهمة، انه بدل توبولوجي سمري انطاني الراوتر الاول اللي هو الار 1 وانطاني الراوتر الثاني واثنيناتهم ستوب توقفات عم يشتغلات، بينما السويتش دائما يكون شغال. عملية الربط اجي من خلال اد لينك اشره، بعدين اجي على الراوتر الاول اختار الفاست ايثرنت وعلى السويتش واربطه بالبورت الاول، بعدين انتظر اجزاء من الثانية، بعدين اجي على الراوتر الثاني فاست ايثرنت على السويتش واربطه بالبورت الثاني. النتيجة النهائية انه اكملنا ربط الشبكة. اذا ننتبه هسه على الاداء الشبكة بدا شوية يصعد عندي، السي بي يو صار 38 الرام 67 زين. هسه اذا اجي انفذ التوبولوجي كليتها، من اجي انفذ اذا ننتبه هسه على السي بي يو قد راح يصير، صعد 53 63 بدا يصعد 65، راح اوقف التنفيذ. لهذا السبب انه دائما من انفذ او تكون الشبكه مالتي شغاله راح يولد لود على السي بي يو وعلى الرام، فلهذا السبب يفضل انه اشغل بارت بارت اذا كانت حجم الشبكة عندي بشكل كبير، انه كليك يمنى على الراوتر واجي اختار ستارت، وكذلك الراوتر الثاني واختار ستارت، فاقدر اشغل الراوتر اللي اشتغل عليهم. النقطة المهمة انه يفضل كل راوتر اجي اسوي له اوتو ايدل بي سي، انه كل راوتر اسوي له ايدل بي سي. اختارت الاوتو اللي هو راح يبحث لي عن نسخة اللي هي تعتبر سيوتبل لهذا الراوتر، طبعا راح ياخذ وقت بحدود 5 الى 10 ثواني لحد ما يجد لي النسخة المناسبة. اكو نقطة كلش مهمة، انه من يبدي يبحث على الايدل بي سي لازم يكون الراوتر شغال، الراوتر كان طافي فهو شغله من يمه لحد ما راح يجد لي النسخة اللي هي تعتبر سيوتبل ايدل بي سي لهذا الراوتر مع برنامج الجي ام اس 3. هنا دا يلقيني has been applied on router 1 all template with iOS images، واقدر نفس الكلام اعيده للراوتر الثاني اسوي له auto idle بي سي. زين هسه على سبيل المثال انه هاني صممت هذه الشبكة ونفذتها، واقدر انفذها كجزء، مثلا هسه انفذ الراوتر الاول، هسه عندي تنفذ الراوتر الاول. اذا تنتبهون على السي بي يو صعد بس بنسبة اقل، فلهذا السبب انه يفضل دائما انه انفذ التوبولوجي مالتي كاجزاء مو ككل الشبكة.
راح اوقف الشبكه، ومن خلال التوبولوجي سمري اقدر اشوف بعض التفاصيل الخاصه بالربط مالتي. مثل ما تشوفون هذه التفاصيل الخاصه بالربط مالتي. زين، هسه احنا ضفنا اي او اس وشغلنا هذه التوبولوجي اللي موجوده قدامي. طبعا بالمناسبه انه اقدر اكتب الستيتمنت الخاصه بالكود من خلال الكونسول. راح يظهر لي هسه الكونسول. شوف هنا اعطاني فد اشعار كلش مهم: This node must be started before the console can be opened. طبعا قبل ما افتح الكونسول لازم انه اسوي run للراوتر. لازم اجي اول شغله اشغل الراوتر، وانا ما اشغل الراوتر هسه اقدر اشغل الكونسول. شغل الراوتر الثاني همين، مرة بشغل الراوتر الثاني، أجي أفتح كونسول، اشتغل عندي الراوتر الثاني، جيد، هسه الراوتر الأول عندي بيشتغل، والراوتر الثاني عندي أيضا. بس أنا ما أحتاج الكونسول، حسيت إن اثنيناتهم، وراح أوقف الشبكة، وراها عملية حذف هذه نسخة الأي أو إس إذا كنت ما أحتاجها أو أستخدم نسخة أخرى، أو أنا أقدر أضيف أصلا نسخة أخرى. بس مجرد للإيضاح، عملية الحذف تتم بنفس الطريقة: إديت، بعدين بريفرنسز، هتظهر لي هذه النافذة، أبحث عن الداينامس، الأي أو إس راوتر. هذه النسخة اللي أريد أحذفها، مجرد إنه أشرها وأجي أقول له ديليت، هذه النسخة نسحب أبلاي، أوكي، بالنتيجة النهائية هسه بعد ما عندي أي راوتر. هنا أنا راح أتوقف، والمحاضرة القادمة إن شاء الله نكمل بقية الشرح الخاصة بالتفاصيل المالية.